على العز العربي إلى هذا المستوى. الأخوة في غزة في نداءاتهم يقولون للدول العربية على مقربة من نساء وأطفال غزة، ويحول لبنانية ما يقارب على وتتشظى أجسادهم في قطاع غزة. مع قائد المقاومة، مع إخواننا المظلومين بغزة، هم قدام سماحة الأمين العام، هم منطلقين نحو وكل البيئة المجاهدة والمقاومة لتقول عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. الدول والحكومات العربية والإسلامية يجب أن تعمل كل جهدها لفرض وقف العدوان على غزة بالحد الأدنى. ما بدكم تشتغلوا للهدف الثاني، دينكم، إنسانيتكم، أخلاقكم، ضمائركم، تفرض عليكم أن تعملوا من أجل الهدف الأول وهو وقف العدوان. لا يكفي التنديد وبيانات الاستنكار والشجب، اقطعوا العلاقات، اسحبوا السفراء. لا يكفي أن نخطب،